بالنسبة لولاية قسنطينة استفادت تقريبا، نقول تقريبا، من 4000 محفظة مدرسية مجهزة، سيتم توزيعها على مستوى العديد من البلديات، قلت لك بمراعاة العديد من المعايير اللي نتقسموها مع السلطات المحلية. الهلال الأحمر الجزائري قرر أنه يوزع 125,000 محفظة على المستوى الوطني، والعدد مرشح للزيادة. إذن جميع الأمور اللي قررناها للتوزيع عبر المستوى الوطني سيتم توزيعها في أقصى حد نقوله 12 سبتمبر، جميع المواد، الأدوات المدرسية وبعض الملابس كذلك لبعض العائلات المعوزة، وكذلك المآزر سنكون قد وزعناها على المستوى الوطني.